نظمت صباح اليوم وزارة المرأة والتضامن الوطني والطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة لاعتماد خطة وطنية لتقييم التعليم الأساسي في البلاد. ترأست المناسبة وزيرة المرأة كادي إيزابيث. تقرير أرجل محمد أحمد. الأطفال هم العمود الأساسي لنهضة المجتمع إذا تم إعدادهم بشكل صحيح وسوي، لذا جاء تنظيم هذه الورشة الخاصة لاعتماد تقييم التعليم في البلاد. في بداية المناسبة أكدت نائبة ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة اليونيسيف أجا استيا بأن المنظمة إيمانا منها بأن تعليم الأطفال في سن المبكر يعتبر مهما للغاية، لأنه من خلال التعليم والتوجيه يستطيع الطفل تنمية قدراته الذاتية، لذا يجب توفير التعليم في كل مكان ولجميع الأطفال من الجنسين. أما وزيرة المرأة قالت بأن تعليم الأطفال يشكل برنامجا حاما للخطة الوطنية لتنمية عام 2017 إلى عام 2021، وهذه هي الرؤية المستقبلية التي وضعها رئيس الجمهورية من هنا وحتى عام 2030. أندور دا إيال دا كالي ياغرو ندوم في إكول au global ndum fi école da asaha dola kali ndum fi bebes jardin d'enfant dola kan ma ndum da ambakr yana gay fi derbda iruk sakida gas le nasi. إذن التعليم هو أقوى سلاح يتمسك به الفرد في أي مكان.